أهلا بحضراتكم مرة تانية. أعلنت القوات المسلحة وإدارة التجنيد تقديم مجموعة من الخدمات التجنيدية الفورية داخل أو خارج عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة. وهذا الإعلان من خلال منظومة إلكترونية بتستهدف التسهيل على الشباب اللي بيحتاجوا لخدمات باستخراج شهادات إذن السفر وغيرها من الأوراق اللي بتكون مطلوبة للتجنيد. وده كله هيتم إلكترونيا بدلا من التوجه لإدارات التجنيد. وبيقوم طالب الخدمة من داخل أو خارج مصر بأنه يدخل بياناته على الموقع وفقا للخدمة المقدمة اللي بيحتاجها، ودفع رسومها بيتم أيضا إلكترونيا. على سبيل المثال، الراغب في استخراج تصريح سفر بيقوم بكل الإجراءات وبعملية الدفع من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، وبيلاقي الرد اللي هو التصريح الخاص بالسفر في المطار. بتشمل الخدمات التجنيدية الإلكترونية تصاريح السفر، شهادات إعفاء المؤقت أو الإعفاء النهائي بدل فاقد، وشهادات استثناء نهائي بدل فاقد أو إصدار تالي، شهادات إعفاء نهائي من أداء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بدل فاقد إصدار تالي، شهادة تحت الطلب لمدة 3 سنوات، شهادة لم يصبه الدور وغير مطلوب للتجنيد نهائيا، نموذج المتخلفين عن التجنيد بدل فاقد أو إصدار تالي، ونموذج خطاب صغار السن. دي الخدمات المقدمة من قبل القوات المسلحة إدارة التجنيد، خدمات تجنيدية فورية عن طريق الموقع الإلكتروني. وكان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على افتتاح المركز الإلكتروني بإدارة التجنيد والتعبئة لبدء تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. خلينا نتابع هذا المقطع الخاص بهذه الخدمة الإلكترونية، مقطع فيديو بيتحدث عن ضوابط هذه الخدمة الإلكترونية المقدمة من إدارة التجنيد القوات المسلحة. تتويجا لجهود إدارة التجنيد والتعبئة وتوافقا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والواردة في رؤية مصر 2030 بضرورة تحول المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد عن طريق الإنترنت. هذا الصرح الجديد بإدارة التجنيد والتعبئة الذي يخدم المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يوفر الوقت والجهد والمال في استخراج الخدمات التجنيدية المختلفة عن طريق شبكة الإنترنت باستخدام نظام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للعالم المعاصر. حيث تقدم إدارة التجنيد والتعبئة العديد من الخدمات التجنيدية المختلفة وتصاريح السفر لشباب مصر، حيث تعد هذه الخدمة طفرة كبرى وغير مسبوقة في منظومات العمل عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة. إنها مسيرة حافلة بالإنجازات لتطوير منظومة العمل بإدارة التجنيد والتعبئة والمناطق التابعة لها في أنحاء الجمهورية، وستتواصل هذه المسيرة بجهد وصدق وعطاء المخلصين من رجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين في إدارة التجنيد والتعبئة والمناطق والأقسام والمكاتب التابعة لها، وذلك وفاء بشعارهم الذين يعملون تحت لوائه، وهو الواجب، الشرف، الأمانة، وبالعمل المخلص والعطاء السخي
لكل مصري في أي موقع من مواقع العمل. ستحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر.